المقابلة دي تمت بيست على تكست أنا بعته لأستاذ محمود قبيل وأنا في التمرين بتاع إيه. قلت له أنا عندي فكرة كده عايزة أجربها اللي هي تجربة البلوجينج أونلاين دي وممكن تبقى أول واحد. فهو الحقيقة كان موقفه موقف أب أو كان very supportive وقال لي ماله يا بنتي تعالي نجرب. كان معايا كاميرامان هو ما يعرفوش وعملين رعاك بس هو كان حمولي جدا جدا. لا يعني فين في هنا في سان فرانسيسكو. It's 10 miles versus احنا كنا هناخدك 42 ميل. اوكي لا لا كويس. باين المكان اوكي وعارفين صاحب المكان عربي. هاي والاكل مينلي فراخ بس انا ماليش في الفراخ. انت فيجن. اخترت المكان العربي عشان كنت عايزاه ينسى ان في ان احنا قاعدين قاعده فورمال وان في كاميرامان معانا ما نعرفوش وعايزاه يركز على انه يختصر لي الحاجات اللي انا كنت شايفاها very interesting في السبعين سنة بتوعه اللي هي فيها اربع مهن وبلدين. اول حاجة يعني انا اصلا احب قوي فكرة ان في الهجرة ان المجتمع بتاعنا بينكمش فانا بعرف اقابل ناس لو كنت في القاهرة ما كنتش قابلتهم لان احنا الظروف ما جمعناش. فانا بحس ان انا يعني محظوظة قوي ان انا اصلا اتعرفت على حضرتك. يا دي حضرتك. طب انا فكرت كتير في حكايه نقول حضرتك ولا نقولش حضرتك بس انا مش كومفورتبل ان حضرتك من سن والدي. رحت المدرسه نفس المدرسه فانا مش عارفه اتخلى عن حضرتك. خلاص تجاهل ان انا بقول حضرتك. خلينا في حضرتك. فهو عارف لما بيبقى في صحراء بيبقى في شجره واحده تبقى الناس كلها متجمعه في الضل. فبالنسبه للمهجر انا حاسه ان الضله دي صحابنا طبعا اللي قاعدين وجمعتنا كلنا يعني وانا ابتديت اسمع القصص للحضرتك وعارف ايه اللي حصل كمان. هقول لك حاجه يمكن ما تعرفهاش ان انا قبل ما اتعرف عليك كان ليا صديق قال لي على فكره انتوا مش هتنسجموا خالص لان قرايبكم السياسيين من بعض وانا انصحك انك تبعدي. وانا مبسوطه ان انا ما بعدتش لان برضه من ضمن حكايه الضله دي ان الناس بتتغلب بتهيألي على حاجات كتير قوي على حاجات اللي بتفرق الناس. وبعدين احنا عمرنا ما اتكلمنا مع بعض على وجهه نظرنا خالص. قلت لها انا ما اعرفهاش واحتمال انها تكون مطابقه. احتمال تكون مطابقه بس من اهداف السيريز دي ان احنا ما نتكلمش على السياسه ولا دين. لا ما فيش سياسه ولا دين. اقتصاد. يبقى بيننا وبين بعض. بيننا وبين بعض نبقى نتخانق براحتنا. لا خناق ليه خناق؟ محمود قبيل عنده this unorthodox story. story الحقيقة بت illustrate جامد حكاية الدول nationals وازاي ان الواحد ممكن يبقى عنده كذا experience different في حياته based على هو حط نفسه فيه. ربنا اللي حطه في مصر طبعا بس هي الشاب اللي في الصورة دي somehow اختار لنفسه ان هو يبقى في الكلية العسكرية الاول وبعدين في السياحة وبعدين التمثيل وبعدين في زراعة الموالح في امريكا. بس ابتدى الاول بالخلفيه العسكريه دي. الخلفيه العسكريه الحقيقه اللي يعرف استاذ محمود قبيل يعرف ان هو جزء كبير من شخصيته واضح انها نابعه من موضوع الخلفيه العسكريه. نظرته للحياه عموما تصرفاته وحتى طريقه كلامه. كنت انا مبسوط جدا الناس كلها بتحب الضباط بالطريقه دي وما اعرفش. لما حصل 67 وتهزمنا الهزيمة المنكرة ابتديت ألاقي انفصال المدنيين عن القوات المسلحة. كانت ناس زعلانة منهم وفي ناس شمتانة فيهم. كنت حاسس ان من ايام كلية الحربية وما اعرفش كانت الناس كلها بتبص لي بتبتسم. حسيت ابتدت الخط بقى القوات المسلحة جيش والشعب. اتهز وجداني سنة 68 كنت في اسكندرية وبشوف عندي صحابي في كلية الهندسة ومرة واحدة كنت لقيت صاحبي محمود بيقول لي كنت بزوره كنت جاي من الجبهة وبزور تعالى معايا. كان عنده فيسبا تعالى معايا فيسبا لازم حاجة مهمة عاوز اشوفها اوريها لك. موضوع الكاميرا مان باين في الخلفية ده كان اول مرة نصور ومش عارفين الجوبروز جايبة ايه ومش جايبة ايه. ف we fixed this in future filmings we fixed this. فرحت راكب معاه الفيسبا. هو كان في هندسه نوويه ولقيته رايح على كليه الهندسه. لقيت في ناس قوات شرطه محاصره كليه الهندسه ولقيت طلبه طالعين. الطلبه دول جيلي يعني انا الهندسه طبعا اربع سنين ونص ما اعرفش. انا كنت قعدت سنتين ودخلت حرب ورجعت هم لسه
كلية الهندسة، لقيت جيلي طالع في الشوارع بيهتفوا ضد عبد الناصر اللي احنا اتعلمنا ان ده اله ما حدش يقدر يجيب سيرته، ويقولوا لا صدقي ولا الغول عبد الناصر المسؤول. بالنسبة للي وكلامه كان صح، لقيت وجداني بيتهز، بلقيت نفسي متقطع بين انا كظابط وانا كمصري، بس ظابط يعني مصري، بس لا حسيت ساعتها ان في خلل. التاريخ بيقول فعلا 68 كان ثورات الشباب ابتدت في العالم كله، مصر كانت اول واحده. الكلام ده كان في فبراير 68، بعد كده حصل مايو 68 في اوروبا وفرنسا، وبعد كده حصل في امريكا. في فيلم حب تحت المطر برجع لك، انا رجعت معلش فلاش باك، في حته كنت بقولها من قلبي وانا بكلم مفروض خطيبتي الفنانه، كانت ساعتها خطيبتي في الدور يعني، بقول لها انا لما برجع من الجبهه بحس ان انا محتاج جواز سفر عشان اخش القاهره، قد كده ان دي بلد ودي بلد. طبعا انا كنت فاكر ان حب تحت المطر ده هيكسر الدنيا بتاعه، كان في كوكبه من النجوم في الفيلم ده واخرج حسين كمال. الفيلم كان سياسي قوي وما عادش في سينما رمسيس اكتر من اسبوع وتشال. مين شال؟ الحكومه. فكان بدايه يعني، عملت العصفور برضه كان غير مرضي عنه، عملت بعد كده حب تحت المطر غير مرضي عنه. طب اديني اكزامبل ليه مش مرضي عنه؟ ايه جواه كان ايه اللي كان حب تحت المطر كان ما قبل 67 و التهريج اللي كان قبل 67 بالنسبه للقوات المسلحه، وهنروح وهنهد اسرائيل وهنعمل ما اعرفش ايه، وفي الاخر انسحبنا. حب تحت المطر، شوف الحاجة الغريبة، أنا أول فيلم ما قبل 67 وبعد 67، وحب تحت المطر بعد 67 وحرب الاستنزاف. فطبعا الفترة دي متهيألي إن المصريين ما كانوش عايزين يشوفوا نفسهم في المراية، عشان دي كانت مراية بالنسبة لهم. العصفورة حب تحت المطر كانت مراية للشعب المصري والانحدار اللي حصل والانهيار، كل حاجه انهارت. فقعدت في البيت، قعدت في البيت فاكر ان العروض هتيجي لي، ما فيش اي حاجه حصلت. ركزت اكتر على السياحه لغايه لما جالي اوردر. كنت سنجل في الفتره دي؟ ما كانش في البيت. جالي اوردر من رمسيس نجيب. رمسيس نجيب ده أعظم منتج في تاريخ مصر. قال لي إيه حكاية إنك أنت البطلة لازم تحبك وتحب البطلة؟ قلت له أنا قال لي لا، الشغلانة دي مفيش حاجة جاية إنك تحب البطلة. قلت له والله أنا مش بعمل حاجة. قال لي هما بيحبوك مش كده؟ قلت له لا. فقال لي انا شايف انا يعني هتبتدي فيلم مع نجوى ابراهيم ومحمود ياسين اسمه بعيدا عن الارض، واخرج حسين كمال، ومديحه كامل معاكم، بعد كده في حاجه تانية محضرها لك. فعملت الفيلم ده، بعد كده عملت فيلم تاني اسمه دي ذكريات مع شاليه،
تجربة هايلة صارنا في سوريا وكانت قصة حب هايلة أنا وهي بتاعنا وشي. وهي حبيتك في طبعا لا ما لا فيش غلطات فيش عارف ما فيش ما كان بيحط ولاده الاثنين الأوضة بتاعتي تبقى كده على يميني أوضة ابنه مراد وعلى شماله ابنه أمير حرص عليا تعمل إيه ممكن كل ما أطلع يا أستاذ رايح فين ولا حاجة القعدة بصراحة معايا كانت تحفة وصحيح اخترت قصتين ثلاثة هنا بس القعدة كلها كانت جميلة جدا وقصصه interesting جدا. ففي صحفية من لوس أنجلوس تايم اسمها جون بوشتن تفكر اسمها؟ سببها بسببها كارثة بتبتدي من عندها قالت لي محمود أنا مسافرة تل أبيب بكرة عاوز حاجة من تل أبيب تل حاوز إيه من تل أبيب ما قلت لي أستنى أستنى هقول لك حاجة مجنونة قالت لي قول ما أنا مجنونة قلت لها في أسير أنا مسكته يوم 6 يونيو 1967 كان طيار وضرب الطيارة بتاعته ونط بالباراشوت وأنا والوحدة بتاعتي مسكناه أسرناه وابتديت أستجوبه وقعدت أستجوبه فترة علشان لما خدته عشان أسلمه للمكتب مخابرات الأسيمة مكتب مخابرات الأسيمة كان إيه قافل تريهم منسحبهم من غير ما يقولوا لنا فدار حديث بيني وبينه حسيت ان انا يعني انا ليسي احنا اسكندرية دي كانت بلد العالم مصغر في اسكندرية كان تلاقي الجالية الارمنية الجالية الايطالية الجالية اليونانية الجالية اليهودية الجالية بس كانوا كلهم اسكندرانية كانوا كلنا اسكندرانية كنا في الفصل حسيت انه هو مش مختلف عنك حسيته مش مختلف عنك خالص خالص وحسيت ان اللغه الفرنسيه اللي احنا كنا بنتحدث بيها كسرت حائط ال 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 الحائط السياسي ال 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 يعني قضيه فلسطين انا ضد الكيان الاسرائيلي ضد الكيان الصهيوني ضد الحصر ضد الفلسطينيين مش ضد الشخص ده انا مش ضد الشخص ده البني ادم the individual the human being لقيته بيكلمني عن خطيبته بيكلمني عن ابو امي بيكلمني عن المدرسه كان في الليسي في تل ابيب وانا في الليسي اسكندريه هو كان يجبرني بعشر سنين قلت لها في واحد أسير أنا مسكته عاوزك تلاقيه لي قالت لي اسمه قلت لها مش فاكر نسيت اسمه قالت لي طب يعني إيه اللي حصل قلت لها أثرته 67 قالت لي فيش أي 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 حاجة ورقة قلت لها بصي أنا في 68 كتبت قصة وقعدت كتابتها في 73 قصة خيالية بأسامي مختلفة سميته هو ديفيد وسميت نفسي إبراهيم فقلت لها دي قصة قريتها طبعا تريتمنت كده بعد 4-5 صفحات فقلت لي كان هي keep it with me أراها تاني قلت لها keep it فخدتها تليفون جالي السكرتيرة بتاعتي يا أستاذ محمود أستاذ أنيس منصور طلبك ألو يا أستاذ أنا عارف أنك ممثل ومعجب بيك قوي قوي بس ما كنتش عارف أنك أنت كاتب قلت له كاتب إيه يا أستاذ قال لي قصتك منشورة في كل صحف إسرائيل بين السينز اللي أصلا كنا مصورينها مع بعض كان a lot of walking و a lot of deciding إحنا هنصور هنا ولا هنصور هنا وهو كان at times يعني wondering إذا كان هو talking too much وإذا كان off point وأنا قلت له لا أنت كلم وحكي و we're gonna try to take the parts اللي هي ليها علاقة بال conversations اللي relevant لل people watching وكذا ف he was very kind مشينا في شوارع سان فرانسيسكو كانت
كانت very cool يعني إن الناس كانت تعرف إن العرب من جميع الجنسيات كانوا بيوقفوا ويسلموا عليه وكان فيه lot of حب يعني. شقته في بيركلي عبارة عن بيت فيه 4 شقق إيجار وهو واخد الدور التحتاني شقة على اليمين وهو كان قايم من الجراحة بتاعته وكان كل التوضيب كده هو عامله بنفسه فاضطرينا احنا لما نحب نغير اماكن كراسي او حاجه زي كده اضطرينا نعملها بايدنا وهو كان غاشز جدا. في طريق عودتنا عرفت من الهامي ان احنا ان انا وهو كنا على اتحطينا على القائمه السوداء بتاعت رجال الاعمال وانا زائد القائمه السوداء بتاعت الفنانين اللي كان على راسها نجيب محفوظ والدكتور محمد عبد الوهاب وانيس منصور وعمر الشريف وعمر خرشد وسمير الاسكندراني وانا كنت اخر واحد. طبعا القائمه السوداء دي للبلاد العربيه يعني انما مصر احنا مصر كنا مؤيدين لمبادره السلام بتاعه الرئيس وانما الموزع في السينما موزع عربي يعني انت ممكن تنتجي فيلم انما لو في محمود امين مش هتعرفي توزعيه وتبيعيه في البلاد العربيه فدي كانت ضرر القائمة السوداء ان كل المنتجين لغوا العقود اللي معايا اتلغى العقد بتاع القط اصله اسد كان مع المرحوم سعاد حسني وكنت نفسي جدا جدا الفيلم ده يعني من العقود اللي لما اتلغت زعلت جدا جدا انما لما يعني ولاد رمسيس نجيب اللي كانوا زي اخواتي يعني لما يقولوا لي يا محمود معلش حتى الفيلم بتاع وادي ذكريات مع شاديه اضطروا انهم يشيلوا اسمي من على الافيش عشان يتعرض ف انت جواه يعني جواه بس الاسم ما يبقى ما تحطش محمود ابي اه و... بدايه نهايه تم بدايه نهايه تم فدي كانت سنه 80 كلها بالطريقه دي الحاجه الايجابيه ان انا اتعرفت بام اولادي في هذه السنه واتفقنا ان احنا نتجوز في يناير 81 ومفيش تمثيل صح؟ لا مفيش تمثيل عشان كنت سياحه بقى مركز سياحه اللي قلقني من السياحه ان وصل تهديدات من مثلا جماعه ابو نضال الارهابيه انهم حطوا برايس اون ماي هيد عشان السفريه تقريبا $50,000 ولا حاجه بسيطه بس يعني الدولار ساعتها كان بس المهم يعني عرفت من واحد صاحبي الله يرحمه خاله كان الشوى بتاع عمده غزه فجاء لي في بوستر لك انت محطوط يعني برايس اون يور هيد بتاع ما اعرفش ايه من جماعه ابو نضال قلت له بكام؟ قال لي $50,000 ثم قالوا شويه شغل فدي قلقتني ان انا كنت داخل حياه عائليه اسريه جديده وجت بالصدفه ان كنا احنا يعني كان في نوع من الشراكة مع أخويا الكبير كنا مستثمرين أخويا الأصغر وأنا وهو كان طلب مننا أن احنا نستثمر معه في أمريكا فكان اشترى أراضي موالح في جنوب تكساس على أنها أكتر أرض خصوبة في الريو جراند فالي بتاع فكده من المخابرات التمثيل للسياحة للفلاحة ما قلقت فقال لي لازم تيجي يعني النفوذ الامريكي بتاع البيج كوربوريشنز ده نفوذ يعني لقينا المصنع اللي احنا اصلا سبب ان احنا عاوزين نستقل بيه اللي احنا قطعنا كونتراته معاهم ما اعرفش ايه مره واحده لقينا ناس مفتشين من ستيتس جايين يفتشوا على البولوشن ومش بولوشن وجم قالوا لا المصنع ده لازم يتقفل عشان بولوشن ولقينا الناس اللي هم موجودين في البلد دي رافعين علينا 80 قضيه اللي يقول البولوشن ده خلى القط بتاعي ما اعرفش يموت الواحد يقول لمراتي مش بتخلف عشان كل البولوشن اللي موجوده فرصه بقى يعني ولقيت نفسك تاني لقيت العمليه بت ايه ف
فقلت أشوف إيه الوضع في مصر الأخبار. كان عندي بتاع 45 سنة 46 46 سنة. في أمل يعني يفكر في سن الأربعين دايما في امل دايما في امل لو ابتدي ممكن ابتدي كارير تانية من النهارده يعني سو 45 هنغير مسارنا كومبليتلي تاني. الحاجه اللي انا بحبها اللي انا بعشقها التمثيل وكنت واثق ان طالما بتحبي حاجه ربنا بيخليك يعني بي كنت عايزه كونتاكت بقى ما كانش عندي اي كونتاكت انا داخل راجع مصر احس ان انا هبتدي من الصفر تاني. طب كان في حاجه تحويشه كان في ولا تحويشه ولا حاجه ولا حاجه خالص يعني يا دوبك الشنط بس. طب كان في شقه في مصر؟ كان في والدتي الحمد لله يعني الله يرحمها يعني شوف الام دي. انا اول ما وصلت لقيت امي بتقول لي شوف يا محمود انا الشقه بتاعت اغا خان دي لسه مفروض مفروشه بتاع ما دخلتهاش دي ربنا قسمها لك انا قاعده في شقتي في العجوزه هنا ومش عاوزه انقلها فدي بتاعتك اتفضل خد. يعني الحقيقه لولا وقفه امي معايا ما كنتش اقدر استمر يعني الله يرحمها. ف راجع بقى بقول لك هبتدي من الصفر بس الحمد لله يعني تلاقي مثلا اولاد حلال كتير يعني لقيت زملاء فاكريني لسه اتصلوا بيكي سلموا عليك مثلا لا قابلتهم بالصدفه مثلا الوحيده اللي كانت عارفه ان انا راجع وعزمتني على مهرجان اسكندريه كانت المخرجه ايناس الدغيتي اللي انا عرفت ايناس وهي مساعده مخرج وانا بعمل الفيلم مع شاديه وبتاع شو اتعرفت عليها من ساعتها وبقينا اصدقاء فحتى وانا قبل ما ارجع كنت كلمتها قلت لها في لسه قائمه سوداء قالت لي لا قائمه سوداء ايه ده كله اتغير. كان عدى كام سنه؟ كان عدى بتاع 12 سنه. 12 سنه. كانت زوجتك ساعتها عارفه انك بتحاول ترجع التمثيل؟ لا ما كانتش عارفه يعني دي كانت مشكله؟ دي بقت مشكلة ما دي ده مشكلة الانفصال كان كده يعني خاصة عشان التمثيل لا مش عشان تمثيل عشان أولا ما كانتش قادرة تعيش في مصر حاولت تشتغل يعني اشتغلت كانت أول مديرة مع متحف محمود خليل الجديد اللي هو جنب بيت رئيس السادات الله يرحمه كانت أول مديرة له بتاع ما أعرفش إيه وجايه بقى كانت مديره هنا اصلا في امريكا مديره متحف في ماك الن تكساس وبتاع ما اعرفش ايه ودارسه وعارفه كويس قوي راحت ما استحملتش 3 اشهر لقيت الجماعه يعني كله بايظ ما فيش انفنتوري معمول في حاجات بملايين الجنيهات اللي يعيش في مصر ما عندوش المهارات اللي تخليه يستحمل وبعدين حاولت تعمل سكيورتي سيستم تلاقي الوزير هو اللي بيكسر السكيورتي سيستم بيخش عشان يعزم اصحابه حاجات فقالت لا ما فيش الاولاد تعبوا كمان في مصر يعني كانوا في مدرسه انترناشونال وكل حاجه انما ما قدروش كانوا بيعيطوا كل يوم بقى تخش عليهم يقولوا لي هوم دادي هوم اي تي لما كان يقول هوم كان عندي 2 اي تي انا بالضرب دادي هوم وعيطهم بيحاولوا يتعلموا عربي في مدرس العربي مش عارف يعلمهم كم سنه لما رجعوا مصر؟ كانوا 7 و5 يا طب صغيرين لسه كانوا بيعيطوا كل طيب فاول فيلم رجعنا له ايه؟ كان فيلم اخراج ايناس بطولة الزميلة إلهام شاهين تمام وأول مشهد في الفيلم ده رجوع كان في مصمت أيوه ما كنتش عارف يعني إيه مصمت ما كنتش عارف يعني إيه مصمت هو يعني إيه مصمت مش عارف يعني إيه مصمت ها بيعملوا سميد؟ لا بيعملوا كوارع كوارع
وانا بقى 11 سنه ورا ما تعرفيش مصمت يعني انا تعرفتها بقى عندي 40 سنه عرفني يعني ايه مصمت قالوا عن الاوردر في مصمت في السيده زينب فقلت كويس سكت طبعا انا طبعا لغتي العربيه من ايام الليسي وانا عندي مشكله يعني دخلت كل الحربيه ما عرفتش يعني ايه من ضده دخلوني السجن والله افتكر المدرس في الكليه الحربيه ان انا بهرج فدخل لي مكتب المدير حكم عليا بالسجن وبعدين قال لي قلت له يا فندم انا خريج مدارس فرنسي ما اعرفش انا ضحيه الاستعمار الفرنسي ما كانوش بيدرسوا لنا عربي فطبعا ما كنتش عايز بقى اروح سجن تاني عشان مصمت هو قال له مصمت قعدت ساكت تعرف يا استاذ محمود في سيده زينب مصمت ما اعرفش ايه الاسم بتاع قلت له جاب السواق بتاعي قلت له حسن يعني ايه مصمت اهلي كوارع يا استاذ محمود قلت له كويس هو ده اللي احنا هنروح في مكان بتاع كوارع قال لي هنروح نصور هناك قلت له هنصور هناك بس فرحنا هناك طبعا هناك اقلم كده طبعا سيده زينب كلها كانت ملمومه حوالين النجمه الهام شاهين عشان تخش كان اشكال كله واقف قاعد ما اعرفش ايه وكان طبعا اللي ما كانش عارفاه ايناس انا ما كنتش بحب الكوارع وكان مطلوب مني ان انا اكل كوارع وان زميله الهام تحاول تدوقني كوارع بيتها كان مشهد صعب جدا الفيلم ده كان اسمه ايه؟ لحم رخيص ده اصعب بس كان فيلم هايل يعني بيتكلم على حاجات مهمه جدا ده عمل كويس في البوكس اوفيس كويس قوي وكان بدايته بقى كانت البدايه لازم اقول ان البدايه فعلا في الدراما التلفزيونيه بتاعتي ادين للمرحومه الاستاذه منى نور الدين اللي كنت عملت معاها مسلسل اسمه المسلسل قبل هواني جاردن سيتي وفي المسلسل ده جت قالت لي المسلسل كان اسمه الدوائر المغلقه قالت لي انت بطل مسلسلي الجاي قلت لها مسلسلي الجاي ايه يا منى قالت لي انت يوسف ناصف انت بطل هواني جاردن سيتي طيب والله يعني انا مبسوطه ان احنا عملنا حلقه يعني انا مش عارفه احنا دي اخر الحلقه مش عارف هيحصل ايه بعد كده بس انا مبهوره انا مبسوطه ان احنا وصلنا في الاخر ان احنا كده بيت حضرتك وان انا شفت البيت اصلا ان فكره ان حد في سن حضرتك يبقى عايش لوحده وحتى بعد ما عملت عمليه وكده تبقى معتمد على نفسك انا مبهوره والله مبهوره حقيقه انا مبهوره يا ريتنا كنا عندنا وقت اكتر نبص في البيت والله يعني انا ادين للمؤسسه العسكريه كل ده انا اتعلمت ده الجيش قال لك تصرف وبتخليكي معتمدة على نفسك وانا طبيعتي ان انا بحب دايما اعتمد على نفسي يعني ما والله ده من اكبر الدروس اللي انا اتعلمتها النهارده من مقصد يعني انا كنت عايزه ابتدي بقصه حد يكون شايف معظم حياته ومبسوط في الحته اللي هو فيها وانا بحس دايما لما ببقى بحضرتك انك ايجابي جدا الحمد لله والله القعده نفسها معاك بتبقى بوزيتيف وانا عايزه كنت عايزه اوصل لحد شايف الصوره كلها قبل ما نمسك ناس شايفه الصوره من النص ويعني انا متشكره جدا ان انت اديتني الفرصه دي بجد تاني سنة تهيألي انا هفضل انسبايرد كده والله I hope we can inspire anybody ان شاء الله thank you